مشاهدينا بكل خير. ما زالت تستكمل انطلاقات أشواط سباق هذا اليوم ضمن تحديات هذا المهرجان السنوي الختامي الكبير، ختام الوثبة هنا بعاصمة الميادين. بهذا اليوم انطلاقات أشواط الثنايا لأبناء القبائل، وأعلنت قبل قليل انطلاقة الشوط السادس بمجموعة الأشواط، وهذا الشوط مخصص للأبكار، والجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول. نتمنى للجميع كل التوفيق إن شاء الله. أسماء قوية أتت من مختلف ميادين دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة بهذا المهرجان الكبير. نذهب مباشرة لنتعرف على أسماء المنطلقة والمتقدمة من البداية والتي تصدرت هذه المجموعة. تقدمت في هذه بن ظبيان، راشد، بن خميس، بن خليفة، بن خميس الخيلي، تتقدم المجموعة، ولكن أشاهد التغيير الذي ترى في هذه اللحظات. إذن بن ظبيان هي التي تتواجد على الصدارة لراشد بن خميس بن خليفة الخيلي، والمركز الثاني الوثبة حمدان بن سيف بن محمد بن حمدان المنصوري، بينما المركز الثالث لمحة عبد الله بن عتيق بن عبيد الرميثي، بينما المركز الرابع تتواجد العين محمد بن عجلان بن مسفر العميمي تتواجد في رابع المراكز، والمركز الخامس أرجوان للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري، بينما المركز السادس هنا وجود من روايح راشد بن حمد بن علي الاكتبي، والمركز السادس تواجدت في هذه اللحظات سحايب حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. المركز السابع التواجد يأتي في هذه اللحظة مهم الجماجة محمد بن سعيد بن حمد الغسل المري، والمركز الثامن تواجدت في هذه اللحظات انذار خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري، والمركز الثامن تقدمت في هذه اللحظة شخصية حمد بن سالم بن سعيد بن حلوكة، والمركز الثامن التواجد يأتي من الضبي هلال بن سالم بن سعيد الكعبي، والمركز العاشر تقدمت القحيدية سيف بن حمد بن سلطان بن سيف بالجافلة. هذه النتيجة ونداءنا الأول للعشرة المراكز الأولى المنطلقة والمتقدمة بمسار هذا الشوط القوي المثير الذي لا يقل أهمية على الأشواط الماضية، يحمل أسماء قوية شعارات مميزة تنطلق وتشارك وتتنافس فيما بينها للحصول على نقطة من هذا المهرجان الكبير. لنا عودة مع البداية، نشاهد التغيير الذي طرى على البداية في هذه اللحظة من انذار خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري، غيرت مجريات الأمور واستلمت زمام أمور هذا الشوط، بينما الوثبة من الجانب الآخر تتواجد مع حمدان بن سيف بن محمد بن حمدان المنصوري مقدما الوثبة في ثاني المراكز. المركز الثالث روايح راشد بن حمد بن علي الاكتبي، المركز الرابع وصلت لمحة عبد الله بن عتيق بن عبيد الرميثي، المركز الخامس الوجود من أرجوان للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري، هذه الخماسية، بينما المركز السادس أشاهد هناك الوصول من بن ظبيان راشد بن خميس بن خليفة بن خميس الخيالي مقدما لسادس المراكز. إذن هذه السداسية الأولى المتقدمة بمسار هذا الشوط، ما زالت مسيرة هذا الشوط مستمرة والتبادل ما بين المواقع مستمر، الجميع هدف الوصول إلى الصدارة والوصول إلى المقدمة. منافسة المجموعة الأولى التي ما زالت تتقدمها انذار خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري مقدما انذار على المستوى الأول إلى حد هذه اللحظات، وهي تتمسك بموقع الصدارة، بموقع الريادة، بالموقع المطلوب من جميع المشاركين، بينما الوثبة من تأتي على المركز الثاني حمدان بن سيف بن محمد بن حمدان المنصوري. شاهد التسلل من الجانب الآخر من لمحة عبد الله بن عتيق بن عبيد الرميثي يغير إلى المستوى الثاني برفقتها الوثبة. شاهد الاسم الآخر من الجانب الآخر، هناك روايح راشد بن حمد بن علي أيضا الكتبي يقدم روايح من الجانب الآخر تتواجد على المركز الرابع. تقدمت بن ظبيان الى المركز الخامس في هذه اللحظات، ويقدمها راشد بن خميس بن خليفة الخيالي، والمركز السادس
أرجوان للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري هي في سادس المراكز، بينما المركز السابع وصلت سحايب حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي مقدمة سحايب على سابع المراكز. المركز الثامن أم الجماجم محمد بن سعيد بن حمد المري، والمركز التاسع وصلت الضبي إهلال بن سالم بن سعيد الكعبي، والمركز العاشر من الجانب الآخر الضبية راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. هذه النتيجة العشر المراكز الأولى، وانتصفت المسافة المقررة لهذا السن هنا 8 كيلومترات. انقضى نصفها الأول ودخلنا بنصفها الآخر، مسافة سنشاهد من خلالها منافسة جادة ستدور ما بين هذه الأقطاب المشاركة بهذا الشوط. سنشاهد أسماء أخرى ستظهر وتتقدم لملاحقة المجموعة الخماسية الأولى المتقدمة التي تتناوب على موقع الصدارة من اسم إلى آخر. أشاهد التغيير الذي طرى على البداية من لمحة عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي، من غيرت مجريات الأمور، من استلمت زمام الأمور، بينما من الجانب الآخر روايح راشد بن حمد بن علي الكتبي من يقدم روايح إلى المستوى الثاني، وصل اسم جديد وهذه سحايب أو أرجوان للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري هي بدورها تنتقل إلى المركز الرابع. تقدمت بن ظبيان المركز الثالث، بينما بن ظبيان من تقدمت إلى المركز الرابع راشد بن خميس بن خليفة الخيلي، والمركز الخامس الوثبة، والوثبة في خامس المراكز حمدان بن سيف بن محمد بن حمدان المنصوري، والمركز السادس انذار خليفة بن محمد بن عبد الله بن عاضد المهيري. شاهد هذه الست المراكز الأولى والتبادل السريع للمواقع الأولى ما بين هذه الأسماء، نخبة هذه الهجنة المشاركة بهذا الشوط القوي المثير. تبادل مستمر للموقع الأول ما بين هذه الأسماء، وما زالت لمحة هي المسيطرة، كل السيطرة على مجريات الأمور، ولكن لمحة من الجانب الآخر أو روايح من الجانب الآخر تتقدم. راشد بن حمد بن علي الكتبي، تحركت الوثبة في هذه اللحظات، تنضم إلى المجموعة الثلاثية الأولى من المركز الثالث، انتقلت إلى المركز الثاني بدورها تنتقل لمنافسة بن ظبيان التي استلمت زمام الأمور في هذه اللحظة لإهلال أو بن ظبيان. هناك أيضا راشد بن خميس بن خليفة بن خميس الخيلي، من تقدمت هذه المجموعة، من تصدرت هذه الأسماء، من بدأت تتولى مسؤولية القيادة باحثة عن السيارة من هذا المهرجان، بينما الوثبة في المركز الثاني وتتواجد مع حمدان بن سيف بن محمد المنصوري. المركز الثالث لمحة عبد الله بن عتيج بن عبيد الرميثي مقدم اللمحة على المركز الثالث. شاهد اقتراب الأسماء، من المجموعة الثلاثية الأولى. أم الجماجم محمد بن سعيد بن حمد المري تقدمت هي الأخرى إلى المركز الرابع، وصلت الأسماء وانطلقت. اسم جديد وهي حربة، جابر بن سالم بن جابر الجربوع المري، أول الأسماء، أول نداء لها، تنضم إلى المركز الخامس في هذه اللحظات، بينما الوصول يأتي في هذه اللحظة من سحايب حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي، وهناك أيضا أرجوان للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري. يا سلام، أعود مع بن ظبيان، أعود مع انطلاقة بن ظبيان، أعود مع تصدر بن ظبيان التي تتواجد على موقع الصدارة، مع موقع القوة والتحدي، مع الموقع المطلوب من الجميع بقيادة راشد بن خميس بن خليفة بن خميس الخيلي، من يقدمها بهذا المستوى الجميل، بهذا الانطلاق المميز من البداية، وهي تتواجد بالمجموعة الثلاثية، تنتقل من موقع إلى آخر. هي الآن ما زالت تتمسك بموقع الصدارة، لكن حذاري من الوثبة، اللي تحركت في هذه اللحظة، حمدان بن سيف بن محمد المنصوري. بينما شاهد الاسم الجديد الذي ينضم إلينا بهذه اللحظة، حصايل سعيد بن هلال بن طراف المنصوري، من يقدم حصايل بأول نداء لها، تتواجد على المركز الثالث. المركز الرابع أرجوان للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري، اسم جديد وهي إنجاز أحمد بن سيف الزفي المهيري، ولكن شوف الاسم القادم، ما شاء الله يا سحايب، حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. الله
الله يا ابو الظبيان، الله يا هذا الاداء، ما شاء الله يا هذا الثبات على القمه، ثابته على الصداره، لم تستسلم لجميع الاطراف المنافسه والتي تسعى لاكتساب الصداره، ولكن بن ظبيان، بن ظبيان تتربع على عرش المقدمه، راشد بن خميس بن خليفه الخيالي، ولكن شاهد القدوم، شاهد التسلل من سحايب حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي ممثل الدوحه، ولكن انجاز احمد بن سيف الزفين المهيري، ولكن يا سلام شاهد القدوم من حصايل سعيد بن هلال بن طراف المنصوري من انتقلت الى المركز الثاني ووصلت هنا كارجوان للشيخ ركاض بن محمد بن ركاض العامري على المركز الثالث، اسم الجديد الوثبه، الوثبه عادت للمنافسه من جديد مع حمدان بن سيف بن محمد المنصوري، لكن سحايب على الصداره، سحايب على البدايه، سحايب حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي، ولكن هناك حصايل سعيد بن هلال بن طراف المنصوري، الوثبه 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 الوثبه، ولكن ام الجماجم، ام الجماجم تصل بهذه اللحظات من احدى الاسماء المرشحه للفوز والانتصار، محمد بن سعيد بن حمد الغسل المري، وصلت العين محمد بن عجلان بن مسفر العميمي يتدخل في هذه اللحظه بالمركز الثالث، لكن عودتنا مع البدايه مع انطلاقه حصايل سعيد بن هلال بن طراف المنصوري التي بدات تتولى مسؤوليه القياده مع دخولنا باجواء الكيلو الاخير 400 متر الاخيره الفاصله عن نهايه هذا الشوط عن السياره والانتصار بهذا المهرجان، حصايل سعيد بن هلال بن طراف المنصوري، يا سلام يا هذا الاداء، ما شاء الله يا الاندفاع، ما شاء الله يا الاندفاع، شاهد الاندفاع بالامتار الاخيره عندما اصدرت عليها التعليمات المباشره بالاندفاع بالنهايه، سلام 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 لمالك حصايل، سلام لدبي، سلام للمرموم، سلام لسعيد بن هلال بن طراف المنصوري بمناسبه فوز حصايل بالشوط السادس للابكار، هذه هي لحظه وصولها الى خط النهايه معلنه بانها هي الاسم الاقوى والاجدر للموقع الاول، هذه هي لحظه الوصول للتهانين والناموس لسعيد بن هلال بن طراف المنصوري بمناسبه فوز حصايل، بينما التي فاجاتنا باللحظات الاخيره اول نداء لها شراره عبد الله بن راشد بن محمد الغفلي، والمركز الثالث، المركز الثالث سحايب حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي، والمركز الرابع، المركز الرابع العين لمحمد بن عدلان مسفر العميمي، والمركز الخامس، المركز الخامس ام الجماجم محمد وسعيد بن حمد الغسل المري، هذه النتيجه للخمس المراكز الاولى بهذا الشوط المثير الذي شاهدنا به المنافسه القويه حتى خط النهايه، واستطاعت ايضا حصايل ان تكسب هذا الشوط وتهدي مالك هذا الانجاز والانتصار، سعيد بن هلال بن طراف المنصوري ايضا ادت اداء مميز بخط النهايه وباندفاع ايضا مميز عند اقترابنا من النهايه، هذه لحظه وصولها الى خط النهايه، قطع المسافه بتوقيت زمني وقدر 12 دقيقة 50 ثانية 59 ثانية، سبعة أجزاء من الثانية بينما منتت على المركز الثاني وكانت فاجأتنا باللحظات الأخيرة ولم يكن لها ظهور من البداية، كانت شرارة لعبد الله بن راشد بن محمد الغفلي أيضا كان أداءها مميز، شاكرين لهم هذا الأداء، قطع المسافة ب 12 دقيقة أو 13 دقيقة وثانيتين وست أجزاء من الثانية، بينما التي أتت على المركز الثالث سحايب ومالكها حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي أيضا كان أداءها مميز، قاطع المسافة ب 13 دقيقة 4 ثواني بدون أجزاء، تهانينا والناموس للجميع.